السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي بي في ميلين باي زلان. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا مع بعضياتنا واحد المروي اللي هو مرق وهشيش وبلادك. نبدا معكم بالمكونات. عندنا 500 غرام ديال الدقيق و500 غرام ديال الفينو، غنخلطهم مع بعضياتهم. ونزيدوا واحد المعلقه ديال السنيده، كبصة ديال الملحة، وغنحتاجو لواحد خميرة حمراء. هاد الملوي الميزة ديالو هو أننا كنعجنوه بلاد ليك، يعني ساهل في العجن، ولكن كيخصنا شي شويه ديال الوقت. بحال مثلا نعجنوه في الليل باش في الصباح نطلقوه، اولا نعجنوه في الصباح بالنسبه لرمضان باش نطلقوه في العشيه، يعني خاصو واحد 6 ديال السوايع او مينيموم. بسم الله، غادي نحتاج تقريبا 2 كيسان ديال الماء باش نجمع العجينه. الماء بارد ما غاديش ندلكها، غير غنجمعها ونخليها. خص العجينه تكون ما هي مرخوفه ما هي قاصحه، يعني بين وبين. انا غنحاول نجمع فقط. غنزيد رشه ثانيه، وغادي نجيب اون بواط بحال هذه اللي كنخمروا فيها الملوي. انا خديتها خصيصا على قبل العجينه، فهما كاينين باشكال مختلفه واحجام، كاين الكبار كاين الصغار. انا خديت هذه اللي تكفاني. غادي ندير فيها هاد العجينه، غادي نرش عليها شي شويه الماء من الفوق بحال هكا، ونخليها دير الاختمار الذاتي، يعني غادي اولا العجن الذاتي غادي تعجن راسها براسها. صافي، نسد عليها مزيان ونخليها لمده ديال لا تقل على 6 ساعات. ها انتما كما تشوفوا فهي مطلوقة بحال دلكتوها. غادي نجمعها، نحيد من هذاك الهواء اللي فيها بحال هكا، هانتوما البنات كما كتشوفوا راها مدلوكه راسها. غادي نقطعها كويرات ونتلاقاو باش نوريكم السر، انها السر اللي كيخليها تجي مورقه وتجي هشيشه. غادي ناخذ واحد زليفه ندير فيها شي شويه ديال الزيت باش نبدا نقطع الكويرات ديالي. وما تخافوش البنات، راها ما كتلصق ما حتى شي حاجه، راه خفا راسها كطوعك، و ميم طون العجينه راها واقفه. غادي تخرج ليا تقريبا واحد 27 كويره، انا غادي نديرهم كويرات صغار وغنقول لكم علاش. غادي نقطعهم على هذا القياس هذا، غادي نقطعهم
نتوما الا كنتو بغيتوهم مرويات كبار فغتزيدو شي شويه على هذا القياس هذا. المهم هذا القياس غيخرج لنا 27 كويره. العجينه ديالي على شكل كويرات خرجت ليا 26 كويره. تقدروا ديروا قل، يعني الا كنتو غديروهم كبار غادي ديروا قل من هذا العدد هذا. بالنسبه للطريق كنحتاج واحد كاسونس ديال الزيت، وغنضيف ليها واحد نص باكيه ديال المارغرين. بغيت نقول لكم بلا هذه الطريقه هذه اللي معتمده عند اصحاب المحلات اللي كيبيعوا الملوي والرغايف، وزوينه بزاف للموظفات اللي ما عندهمش الوقت، يعني يمكن لهم يعجنوها بالليل ولا غدا في الصباح ولا غدا منين ترجع من الخدمه عاد تبدا تقطعها وتطلقها، لان ما فيهاش الخميره وما كتفسدش. الا بغات زعما كانت غادي تعطل عليها بزاف غتعجنها بالليل ولا غدا ما ترجع لها حتى العشيه. تقدر منين في الصباح تبغي تمشي للخدمه ديرها في الثلاجه، يعني في لابواط ديالها، وبيان سور خصها تكون بواط ارميتيك كتسد مزيان باش ما تدخلناش النفس ديال النفس ديك الريحه ديال الثلاجه. ومنين ترجع في العشيه غادي تلقاها واجده وسهله في الطليق. يعني من اليوم حتى وحده ما تقول انا ما فيا ما يدلك، انا ما فيا ما يعجن، اللي قالت انا ما فيا ما يدلك نجي ندلكها. غير كنضحك معاكم. غادي نبدا على بركه الله، غادي نبدا نطلق الكويرات ديالي غير شويه وندير ليها القليل ديال الزبده ونرش الفينو. البنات كما وريتكم في الفيديو السابقه هذه قرعه ديال المطيشه ديال المطيشه اللي كنشريوها ديال الحك، شديتها تقبتها بواحد الفيس من هنايا باش تبقى تخرج ليا القياس اللي انا باغا، وما نبقاش نخشي يديا في السميده ونعاودها في الزيت ولا في الزبده. هذه استوس البنات، كنت جربت هادو ديال العطريه ولكن با بروفيسيونيل. غادي نطلق الكويره الثانيه وغادي ننزلها فوق الكويره الاولى بحال هكا، ونحط حتى غادي نكملهم كاملين. هاد العجينه ما تسناوش تقولوا حتى تطلق ولا راه طالقه راسها، غير صافي تقطعوها قولوا بسم الله وبداو تطلقوا. هذا هو السر باش كتجي مورقه وبلا عذاب. نتمنى البنات اللي باقيين ما شاركوش في القناه ديالي وكتعجبهم القناه ديالي وبغاو يتوصلوا ديما بالجديد يضغطوا على الزر اللي مكتوبه فيه سابوني. ويضغطوا على الجرس باش اي فيديو حطيتها توصل عندهم. نتوما تشكلوهم على حساب الرغبه، بغيتوهم ملوي غديروهم ملويات، بغيتوهم رغايف غادي تخليوهم على شكل رغيفات. هاد العجينه كتلائم الاذواق بجوج. بغيتو تشكلوهم ملوي ديرهم على هذا الشكل هذا. وتبداو تلويو. كل ما رخصو يديكم بالنسبه للملوي، كل ما رخصو يديكم في اللويه كل ما كيجي مفرك وهشيش. ملي كنبغيو نقرصوهم من الاحسن باش ما يجيوناش محلولين بزاف وما يجيوناش عندهم الودنين وغلاض من الجناب، يا اما كيجيونا رقاق من هنايا وعندهم الودينات،
يا اما غلاض. كنبداو بهاد البلايص هما الاولين الجناب، ابخي كنضغطو الوسط باش هكا كتجينا الرغيفه مقاده. نعاود معاكم وحده اخرى، كنبداو من هنا وركو من هنايا الجناب ابخي الوسط. انا تعجبوني هكا صغيورين. بالنسبه للرغيفه ها نتوما البنات، نتمنى تكون واضحه. هي كتبدا تنفخ، يعني المره الاولانيه تنفخات من التحت عاود قلبتها غادي تنفخ ليا من الفوق. صافودير راها جاتني مورقه. الا مشيتو حتى وركتو عليها هكا بيديكم اولا تقبتوها ولا غادي تفش وغادي تجيكم لاصقه. البنات انا ساليت الطياب ديال الرغيف، هانتوما كما كتشوفوا جاوا مورقين وزوينين في المذاق. انا فضلت نقدمهم مع السمن البلدي اللي كنت صاوبت في فيديو سابقه. هانتوما كما كتشوفوا الرغيف ديالنا جاوا مورقين، نتمنى على انكم تجربوهم. و الى عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع صحابكم. وهكا غادي نقول لكم بسلامه وبصحه فطوركم ورمضان مبارك، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. تبقاو على خير.